وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسن أبو خزيم، محرر مجلس الوزراء. يعني برأيك اجتماعات الدورة 17 للجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين؟ نعم، يعني هي فرصة كبيرة من الدولة المصرية والحكومة المصرية لعرض كل الإنجازات اللي هي بتتحقق على أرض الواقع وجذب الاستثمارات يعني العربية إلى الدولة المصرية. يعني يمكن مساء اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وطبعا ورئيس الوزراء التونسية نجلاء بودن بيعقدوا منتدى الأعمال المصري التونسي، ده طبعا قبل انعقاد الدورة 17 غدا الجمعة. هذا المنتدى طبعا بيتعرض لكل الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية اللي هي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وهي فرصة كبيرة بالنسبة لرجال الأعمال التونسيين والمصريين بيتعرفوا على كل المجالات اللي هي موجودة على أرض الدولة المصرية والتونسية بالنسبة للمشروعات التنموية. ولكن ما يهمنا في هذا المجال طبعا هو يعني انعقاد أعمال اللجنة العليا المشترك بين مصر وتونس اللي هي طبعا هتنعقد غدا الجمعة، الدورة طبعا رقم 17. يمكن كانت هناك يمكن منذ 2017 وحتى هذه اللحظة كان هناك غياب بالنسبة لانعقاد هذه اللجان طبعا نتيجة طبعا فيروس كورونا، ولكن الدولة المصرية والقيادة السياسية حريصة كل الحرص على عقد التعاون الثنائي بين مصر وتونس، وهناك علاقات وثيقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعني وشقيقه طبعا سعيد. هذا الامر طبعا له انعكاسات ايجابيه على يعني مجال التعاون المشترك في عدد كبير من المجالات، اذا كنا بنتحدث عن التعليم بنتحدث عن التعليم العالي وبنتحدث كذلك عن يعني عن الصحه وهيئه الدواء. الدوله المصريه طبعا لديها مجالات عديده وخبرات عديده متعدده في عدد كبير من المجالات، تستطيع ان هي تنقل هذه الخبرات الى الشقيقه تونس. طيب استاذ حسن، يعني من واقع خبرتك كيف يتم تعزيز الفرص الاستثماريه خاصه بين مصر وتونس؟ يعني مثل هذه لدينا الحمد لله تهيئه مناخ جاذب بالنسبه للاستثمار، هناك الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره وكذلك رجال الاعمال التونسيين بيقبلوا على الاستثمار على ارض الدوله المصريه من خلال تهيئه مجال الاستثمار. وبالامس القريب كان هناك حديث من رئيس مجلس الوزراء، هناك وحده خاصه لجذب الاستثمارات وتهيئه مناخ المستثمرين. الحكومه المصريه والدوله المصريه حريصه كل الحرص على جذب الاستثمارات الاجنبيه، ويمكن هناك يعني الفرصه الذهبيه امام القطاع الخاص خلال هذه الفتره في الدوله المصريه، ليس بالنسبه للمستثمر المصري فقط والمحلي، ولكن بالنسبه للاستثمارات الاجنبيه، لان الدوله المصريه حريصه كل الحرص على تهيئه المناخ، حريصه كل الحرص على تذليل العقبات امام المستثمرين، بدليل الزيارات التي يقوم طبعا بها رئيس مجلس الوزراء في كافة المصانع والشركات، وكذلك بالنسبة للقاءات الثنائية التي يعقدها مع المستثمرين. الأستاذ حسن أبو خزيم، محرر مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لك.